شربت الشاي في مكان ملكي في اسكندرية. تعال اقولك انا عملت ايه بالظبط، والشاي ده انا شربته فين، وايه حكاية الفيديو ده. كشك الشاي الملكي في المنتزة في اسكندرية، لأول مرة من حوالي اكتر من 84 سنة تم فتح باب الزيارة للجمهور. ده واحد من اهم المباني التراثية في الاسكندرية. ده المكان اللي كان الملك فاروق بيشرب فيه الشاي. كان المكان ده بيسمى كشك العصاري أو كشك الشاي أو جزيرة الشاي، لأن الملك كان بيحب يقضي فيه فترة العصرية. وزمان أصلاً كان دايماً بيبقى في القصور، كان بيبقى فيه استراحة للشاي ملحقة بالقصور، وكان بيبقى فيه مكان مخصص كمان للموسيقى. دلوقتي أنت كمان ممكن تروح وتشرب الشاي في نفس المكان الجميل قوي ده، وتتفرج على فخامة وجمال المكان، وتتفرج على التماثيل بتوع السيدات اللي انتم شايفينهم دول بيمثلوا الفصول الأربعة، صيف وشتاء وربيع وخريف، مع النافورة الجميلة اللي انتم شايفينها دي. يلا بقى بينا ناخد كده مع بعض جولة في المكان، وأفرجكم على جمال المكان كله، وأعرفكم كل المعلومات إن شاء الله في آخر الفيديو بعد ما أفرجكم على المكان ككل وشامل كده. إحنا دلوقتي أول ما دخلنا لقينا إن هو زي ما أنتم شايفين كده عاملين بقى قعدات لطيفة قوي وهادية جدا وكلاسيكية كده جميلة، لها رونق كده وطابع تراثي جميل جدا، وعاملين كده زي تلاجة كده من بيجيبوها من فندق هيلنان فلسطين. كنت عملت عنه فيديو قبل كده لو حابين ترجعوا له في القناة. جايبين بقى سويتس وجايبين أبيتايزرز كده خفيفة، وجايبين سموكت ساندويتش وحاجات زي كده. تمام، بعد كده زي ما انتم شايفين كده بيبقى بقى البحر حوالينا من كل اتجاه، وبنبقى داخلين لها مسافة شوية لجوه، فتحسوا ان انتوا كده في جزيرة مفصولة عن الواقع كده وعن الدنيا كلها، وبتبقى قاعدة رائقة جدا وجميلة جدا، والمكان خطير. البحر بيبقى يعني بيحيطك كده من كل اتجاه مع شوية أشجار نادرة جميلة جدا جدا، وكمان يعني المنظر بتاع السماء والسحاب والكلام ده كله بجد من ضمن القعدات اللي فعلا بتروق البال وبتغير المود 360 درجة، ومختلفة خالص عن أي كافيه أو مطعم أو أي حاجة بتقعد فيها. تمام، ده كده جهة من ضمن الجهات اللي هي موجودة في كشك الشاي، يعني الفيو بتاع كشك الشاي بتشوفوا بقى منها اللي هو الفنار والكوبري ده الشهير، وبتشوفوا منها قصر المنتزة، وبتشوفوا منها فندق هنن رويال فلسطين. ده يعني كده يعتبر فيو من السايد ده. تمام، بحاول ان انا كده اعمل لكم برضو زوم ان وزوم اوت علشان تتفرجوا على الجمال وجمال الطبيعة الربانية اللي موجودة وكل الحاجات دي. وكده دلوقتي شايفين بقى روعة الكشك ده عامل ازاي، يعني حاجة بجد كده على قديم، وحاجة فخمة، والأرضيات حتى النوع الخشب بتاع الأبواب والكلام ده كله والإزاز والكلام ده كله، بجد يعني حاجة جميلة جدا. ربنا يا رب يحفظ مصر ويعني يديم علينا نعمة الحاجات الممتعة دي، ان هي ما يعرضوهاش لان هي مثلا تتهدم، او ان هي ما يبقاش ليها قيمة، او ان هم ما يهتموش بيها. ده بقى الناحية التانية برضو من كشك الشاي. بنطلع برضو من بوابة تانية، يعني احنا الاول اتفرجنا من البوابة الاولى دي، مثلا البوابة التانية دي بقى بتطل على المعمورة، وبتطل على بقى يعني تقدر تشوف منها لغاية ابو قير والكلام ده كله، المنطقة دي كلها برضو زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيه اماكن كده يعني زرع كده، وبرضو البحر زي ما اتفقنا كده بيبقى داير ما يدور حوالينا من كل الجهات، لان هو يعتبر زي جزيرة. والمكان اللي انا بشاور لكم عليه ده التويلت، هبقى برضو افرجكم عليه. تمام، ليه بقى افرجكم عليه؟ لان برضو معمول كده بطابع كلاسيكي جميل برضو، فحبيت ان انا برضو اغطي كل حاجة موجودة في المكان. وكان في اجانب على فكرة موجودين، وكانوا مستمتعين جدا وعمالين يصوروا وياخدوا فيديوهات، وكان في خلايجة وعرب وناس كتير قوي بجد، يعني المكان فعلا مسمع، والاجانب حابين ان هم يجوا يتفرجوا عليه. ده يعتبر كشك الشاي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وحواليه بقى الزرع والاشجار النادرة والنخل النادر والكلام ده كله. تمام، وزي ما اتفقنا بيبقى فيه قعدات اندور وفيه قعدات اوت دور بالشكل اللي انتم شايفينه ده.
تمام كده. انا بحاول ان انا الف لكم الكاميرا على المكان كله علشان برضو تتخيلوا كل حاجة هناك وتعرفوا بالظبط ايه اللي انتم هتشوفوه، او ترتبوا نفسكم بقى لما تروحوا هناك هتبقوا مثلا حابين تقعدوا في انهي جهة او الكلام ده كله. بحاول ان انا اغطي لكم على قد ما اقدر، تمام. وده برضو اللي هو المكان بتاع المعمورة خلاص. وبرضو هقرب لكم كده زوم ان على بارادايز المعمورة، تمام. برضو كنت عملت عنه فيديو قبل كده، والكافيه اللي فيه برضو بشاور لكم عليه اهو، كنت عملت برضو عنه فيديو قبل كده لو عايزين ترجعوا له في القناة. اظن ما فيش اجمل من كده مكان تقدروا ان انتم تقعدوا فيه تروقوا بالكم واعصابكم زي ما اتفقنا. اهو ده برضو شكل الكشك بالشكل الجميل ده، وانا بصراحة اخترت السايد ده او الناحية دي ان انا اقعد فيها لان حسيت ان هي مريحة اكتر بالنسبة لي واوسع اكتر ومبينالي حاجات اكتر فارتحت فيها. بس طبعا كل واحد على حسب ما هو بيختار المكان اللي هو عايزه. تمام. زي ما انتم شايفين كده برضو بيبقى عاملين شماسي وحاجات برضو الناس يعني علشان لو في مثلا شمس او حاجة في الصيف والكلام ده كله. بجد قاعدة رايقة قوي. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا طلبناها اللي هي السموك ساندويتش اللي احنا اتفقنا عليها، وكمان الشاي والكلام ده كله. وبرضو جبنا حاجة كده زي الانجليش كيك في وايت شوكلت ودارك شوكلت وكلام زي كده، وبجد فعلا الطعم جميل قوي 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 بجد جدا. فانا سألت اصلا يعني الناس اللي هي موجودة في المكان قالوا لي ان الحاجات دي كلها بتبقى جاية من فندق فلسطين، وهو فعلا فندق فلسطين هو اللي خد المكان ده ويعني ايه اتولى فيه كل حاجة. بس يعني فعرفت يعني ان كل الحاجات اللي بتيجي او بتتقدم هنا بتبقى جاية من الاوتيل. بس كده. وده بقى شكل الشاي بعد ما حطينا بقى السكر وقلبناه والكلام ده كله، فجو رايق جدا 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 على الاخر يعني. وهقرب لكم برضو على الانجليش كيك كده ببصوا عليها، طعمها بجد حلو جدا يعني. انا دايما باكل انجليش كيك في اماكن كتير بس فعلا دي مميزة كده، وكانت جوسي فيها اورنج او حاجة زي حاجة جميلة جدا. وده برضو اللي هو السيت مانيو الموجود هناك، ده اللي هو المشروبات ودي الساندويتش والحلويات الموجودة بالأسعار بتاعتها. بس يعني تقريبا ده كل حاجة عن المكان. والناس هناك محترمة جدا وبيعملوا سيرفيس كويسة جدا، وناس بجد تري شيك وذوق قوي قوي قوي. تعالوا كده بقى ندخل كده جوه شوية كده فرقكم على شكل العمدان وعلى شكل يعني المنظر بتاعها وكل حاجة فيها عاملة ازاي، والنافورة والاربع فصول وشكل الابواب وشكل الاباجورات والكلام ده كله وشكل النجف وكل الكلام ده. ودي برضو كده هدايا تذكارية للبيع، بيبقوا عاملين كده زي ماكتس كده صغننة بيعرضوها في الدولاب ده بس كانت خلصانة. لكن اما الترابيزه دي التيبل دي كانت حقيقيه، ودي كمان التيبل دي كانت حقيقيه بتاعه الملك فاروق برضو. اما الدواليب اللي انا لسه مفرجها لكم من شويه دي اللي بيتحط فيها السوفينيرز والكلام ده كله، بتبقى حاجات هدايا تذكاريه كده بتخلص اول باول. ده شكل باقي الابواب اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو كده، حاجه بجد جميله جدا وتري تري شيك قوي. كده بقى ما يتبقاش غير ان انا اقول لكم على الحاجتين اللي كانوا فاضلين، ان هو فرجكم على الشكل بتاع التويلت بتاع المكان يعني، لاني افرجتكم تقريبا على كل الاركان بتاعه المكان وعلى كل يعني السايز بتاعته وكل الكلام ده. فتعالوا كده برضو ناخد اخر جولة كده في المكان وافرجكم برضو على يعني الحاجات اللي فاضلة. والحاجة التانية كمان تقريبا اللي انا ما قلتلكوش عليها هي بقى السعر والحاجات دي كلها هقولها لكم كمان حبة صغنطتين خالص، تمام. ادي كده هو برضو دي غرف توزيع كده، من ضمنهم حاجات كده كانت زي برضو استراحات كده صغيرة، الاستراحات اللي هي بتبقى جوه التويلتس والكلام ده كله خلاص. كلها بقى يعني فيها شبابيك كتير برضو بتطل على الاماكن، كله بقى معمول بالرخام القديم الكلاسيكي بالشبابيك بالازاز الكلاسيكي كله يعني رايق كده خلاص. شايفين بصوا الابواب عاملة ازاي والازاز والالوان والحاجات القديمة التراثية الجميلة جدا، حاجات كده حلوة قوي قوي وكلاسيكية جميلة. والشبابيك بقى بتاعتها تخيلوا كده تبقوا قاعدين في التويلت وشايفين بقى البحر وحدائق المنتزه كده حواليكم من كل اتجاه، والنخل بقى والاشجار النباتات النادرة والكلام ده كله، وتبقوا شايفين ايه قصر المنتزه وكل الحاجات دي.
بس بكده احنا خلصنا جولتنا وطالعين بقى من المكان، خلاص مروحين راكبين الجولف كار عشان نروح. المعلومة الأخيرة اللي أنا حابة أقولها لكم إن المكان دخول الفرد فيه 50 جنيه التيكت، وبتاخد عليه شاي، وبعد كده أي حاجة تانية بتطلبوها من المكان. أنا وريتكم المينيو والأسعار والكلام ده كله، بس وطبعا انتوا لو عايزين تروحوا للمكان ده ماشي بتبقى عادي جدا. لو عايزين تاخدوا جولف كار، لان ما عادش فيه خلاص عربيات هتدخل المنتزه للاسف الشديد، فهتاخدوا جولف كار. تقريبا تكلفه تيكت الفرد للجولف بحوالي 20 أو 25 جنيه، ودخول كشك الشاي بحوالي 50 جنيه، شامل الشاي والقعده في المكان براحتك بقى خالص، وقت طويل عادي ما فيش اي مشكله. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت تقولوا لي حابين نروح ناخد جولات فين تانية مع بعض، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي، وتدعموني ان انا استمر بلايك لان ده بيساعد على نشر الفيديو اكتر وناس كتيرة جدا تشوفه، وتدعموني بلايك لان دي حاجة بتسعدني جدا بصراحة، ان انا بحس ان في حاجة بسطتكم وعجبتكم. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم فيديو جديد وجولة جديدة. باي باي.